ما هو السرطان؟ يتكون جسم الإنسان من خلايا عديدة، تنمو هذه الخلايا وتنقسم للحفاظ على نوعها، وتتمايز للقيام بوظائفها المختلفة، وتموت عندما تنتهي مهمتها. هذه هي سنة الحياة. يحدث كل هذا بشكل منظم يضمن الحصول على أجيال سليمة وبأعداد ملائمة من الخلايا، إلا أن الأخطاء الجينية أو ما يعرف بالطفرات أمر وارد. بعضها يحدث عند تضاعف المادة الوراثية للخلايا قبل أن تنقسم، والبعض الآخر نتيجة لعوامل وراثية وأخرى بيئية كالتبغ أو التعرض للأشعة أو اتباع نمط حياة غير صحي. يتعامل الجسم مع هذه الأخطاء بالطبع، إما بتصحيحها أو بالتخلص من الخلايا المصابة مستعينا بجهاز المناعة، لكن بعضها يفوق قدرة آليات التصحيح. فهناك خلايا غير طبيعية تعيش وتستمر بالتضاعف، تدعى الخلايا السرطانية. تستطيع هذه الخلايا الماكرة التخفي من جهاز المناعة والتكاثر، مما يتيح تراكم طفرات جديدة مع كل انقسام، وبالتالي اختلاف استجابة الأورام للعلاج. وتمتاز الخلايا الخبيثة بقدرتها على الانتشار في الجسم، حيث تنتقل عبر الدم أو السائل الليمفاوي لتكون أوراما جديدة في أنحاء أخرى، وهو ما يعرف بالانتقالات السرطانية. لعلاج السرطان طرق عديدة، منها استئصاله جراحياً أو مهاجمته بالأشعة أو العلاج الكيماوي أو الهرموني وغيرها. أما العلاجات التكميلية من أعشاب وفيتامينات فلم تثبت فاعليتها حتى الآن، وعدم إفصاحك لطبيبك عن أخذها قد يؤثر سلباً على سير العلاج. وحديثاً تم اختراع وسائل أخرى تعتمد على تقوية مناعة المصاب ليتمكن من القضاء على الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى أدوية أخرى تكشف الخلايا السرطانية المتخفية لجهاز المناعة ليتمكن من القضاء عليها، وتعرف هذه الطريقة بالعلاج المناعي. للمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة المراجع المرفقة بالفيديو. إيفان، لما تكبري دكتورة كلنا عم نستناكي.